وتعالوا نعرف شويه تفاصيل اكتر حول هذا الملف مع ضيفنا اللي منورنا على التليفون، الناقد الرياضي الاستاذ محمد جمال. استاذ محمد صباح الخير عليك واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. طبعا صلى عليكم ومبسوط دايما طبعا موجود معك. نورنا يا فندم. صباح الفل عليك يا محمد. يعني خلينا نتكلم اكتر عن الملف اللي لسه انا وكريم كنا بنناقشه، ملف المنتخب وقرار يمكن اتحاد الكره بتاجيل تشكيل الجهاز الفني للمنتخب 2009. خلينا كده نعرف منك يعني رايك عن هذا القرار بالتاجيل. بصي، هو ملف الانتخابات عامه كان كبير جدا في اتحاد الكره الفتره اللي فاتت، يمكن ملف كبير جدا مش بس منتخب الشباب او منتخب 2009، اتكلم على من البدايه خالص. المنتخب كان منتخب اول، منتخب اولمبي بعد كده، فالاثنين يعني مشوا خلاص مع فيتوريا وميكالي بشكل كويس. بعد كده كان فيتوريا قعد مع كابتن حازم امام، الكلام ده حوالي مثلا من سنه، قال احنا محتاجين اربع منتخبات كمان، وما يبقاش بقى قصه ان انت مستني منتخب بس ان هو هيظهر يبقى منتخب مصر للشباب، انت محتاج اكتر من منتخب، محتاج اربع منتخبات بين اعمار 2005 و7 وطبعا و8 و9. فبالفعل طبعا الاتحاد يمكن بشوفه متاخر شويه ان هو يعني يختار الاربع منتخبات او الاربع اجهزه فنيه، ولكن خلاص يمكن الفتره اللي فاتت كان لازم ان هو يشكل منتخب مصر للشباب، وطبعا تم تعيين الكابتن وائل رياض، ويمكن الكابتن وائل رياض خلاص يعني هو ده يعني ناتج ان هو كان موجود قبل كده مع الكابتن شوقي غريب، وصل الاولمبياد وفاز بامم افريقيا 2019 في مصر، ثم بعد كده مع ميكالي كمدرب عام ووصلوا برضه للاولمبياد وتواجد في المباراه النهائيه في امم افريقيا، فخلاص ناتج طبيعي جدا ان هو يبقى مدير فني للمنتخب اللي جاي، منتخب 2005، منتخب مميز في عدد من اللعيبه كويسه، يمكن في لعيبه حتى الناس يمكن سمعت اسمها قبل كده، عمر خضر اعتقد ده هيبقى من ابرز اللاعبين اللي موجودين في المنتخب، اللي انتقل طبعا من ضد الاستون فيلا الانجليزي، بتتكلمي على زعلوك طبعا لاعب النادي الاهلي، بتتكلم على كاباكا، بتتكلم على يوسف عبد الحفيظ، عدد بقى من اللعيبه اللي اعتقد هيكون من اللعيبه معتزه برضه، اعتقد من اللعيبه اللي احنا هنتفرج عليهم، ويمكن في لعيبه كتير جدا لسه كمان هتظهر مع منتخب الشباب الناس كلها هتعرفها. فكان مهم جدا ان هو في اول ما يتولى المهمه، يمكن هو تولى المهمه بحوالي 3 اسابيع، ان هو يخوض تجربه يمكن بطوله شمال افريقيا، بطوله وديه، مش بطوله رسميه، مش مهم حاجه، ولكن بطوله مهمه ان هو يشارك فيها ويظهر معها مع اللعيبه بشكل كويس جدا. يمكن بعدها كان عندنا بقى اكثر من منافسه ثانيه جوه تحت الكوره، اهم طبعا منتخب 2007 ثم 2008 ثم 2009. يمكن كنت الحمد لله صاحب انفراد التشكيلات دي كلها. في 2007 اختاروا الكابتن حسين عبد اللطيف مدير فني، ومعاه مدرب كابتن طارق الصاوي، ومعاهم عبد الستار صبري، ومعاهم امير عبد الحميد مدرب حراس. في 2008 اختاروا الكابتن احمد الكاف يكون مدير فني، وكانوا مختارين الكابتن عادل مصطفى، وكانوا مختارين الكابتن احمد فوزي مدرب حراس، ولكن بعد يعني قعده كده الفتره اللي فاتت حوالي اسبوع، الكابتن عادل مصطفى هيخلوه مدرب عام في المنتخب الاولمبي مع ميكالي بعد ما شيتوس خلاص راح منتخب 2005، فهيتحط مكانه اثنين مدربين، وهم الكابتن محمد ابراهيم طبعا هيكون مدرب عام مع الكابتن احمد الكاس، ومعاهم الكابتن احمد رؤوف اللي هو كان مهاجم قبل كده للنادي الاهلي، وتم اضافه طبعا الكابتن رامي عادل عشان يكون مدرب مساعد في الجهاز الفني اللي بيقوده الكابتن وائل رياض في 2005، عشان يبقى الكابتن وائل رياض والكابتن علاء عبده والكابتن رامي عادل. وفي 2009 يمكن اختاروا الكابتن طارق السيد، ولكن الاعلان لسه لحد دلوقتي ما تمش، ولكن انا بقول لحضرتك ان هو مش قصه التاجيل، ان هو لسه ما اختاروش الجهاز الفني، لا هم مختارين خلاص المدير الفني هو الكابتن طارق السيد بنسبه تفوق ال 95%، وبلغوه الراجل مرحب بشكل كبير جدا ان هو يقود منتخب 2009، ولكن هي القصه كلها جوه الاتحاد دلوقتي، او التفصيله اللي في الاتحاد، ان لسه المنتخب بتاع 2009 يا جماعه الارتباطات بتاعته لسه قدامها شويه، اللي يخلينا نختار من دلوقتي جهاز ويبقى موجود وشغال، بس احنا الفتره اللي جايه محتاجين لسه الفتره دي ما فيش ارتباطات بالنسبه للمنتخب، عشان ده كده اللي اجل الموضوع شويه، ولكن هو الموضوع بالنسبه لاتحاد الكوره هم خلاص مختارين الكابتن طارق، والمعايير بقى ناس بتتكلم على معايير الاختيارات والحاجات دي كلها، يمكن كان في الاختيار كان في وسط المعايير دي كلها كان في راي لفيتوريا، وكان في راي طبعا لميكالي، الناس دي من الناس اللي حاطه. كان في حد يا محمد قبل كابتن طارق يمكن كان عدد كبير من السيفيهات يمكن كان مطروح امام الاتحاد، ويمكن كان في مناقشات قبل اختيار او حسم فكره اختيار كابتن طارق، يعني لو عندك معلومات عن الموضوع ده ممكن تقول لنا. لا كتير، بص انا عايز اقول لك على حاجه، انت ترشح ناس كتير جدا، خلي بالك للمنتخبات دي كلها، يمكن ترشح قبل كده المنتخب 2005 ترشح الكابتن طارق مصطفى، كابتن طارق مصطفى رفض، ترشح قبل كده ميكالي ان هو اللي يكون مدرب لمنتخب 2005، وبعد كده بعد يعني يجي بعد الاولمبياد على طول، الراجل برده طلب امكانيات ماديه اعلى، يمكن منتخب 2008 و2009 و2007 ترشح 3 مدربين ليهم، ولكن برده ال3 مدربين ما فيش القبول الكامل ان هم يتولوا مهمه المدير الفني، يعني كابتن محمد شوقي بعد كده
عندنا جاله منصب مهم جدا جوه النادي الاهلي، منصب هو برضه شايفه ان هو بالنسبه له مهم جدا، وان هو شايف انه كان مدرب لمنتخب مصر الاول، فشايف انه بقى الفتره دي محتاج يخوض تجربه جوه النادي الاهلي. برضه ايه الفتره اللي فاتت كان الكابتن اسامه نبيه اترشح برضه في المنتخبات، وبعدها الكابتن عماد النحاس ايضا اترشح في المنتخبات الوطنيه، الكابتن احمد عبد المقصود برضه اللي كان مدير فني نادي الزمالك، كابتن شريف عبد الفضيل لاعب النادي الاهلي السابق ونجم منتخب مصر، فعدد كبير جدا من الاسماء اللي ترشحت على الترابيزه بتاعت الكوره خلال الفتره اللي فاتت، ولكن هو دي الاختيارات اللي الملك عليها اللي اختاروها الفترات اللي فاتت، وخلاص هم استقروا بشكل كبير. يمكن الاعلان خلاص عن منتخب 2005 تم من بدري، ويمكن هيتم الاعلان بقى عن 2007 2008 2009 قريب جدا، لان خلي بالك هو الفتره الجايه كلها فتره منتخبات، بتتكلم على استعدادات خاصه جوه اتحاد الكره لامم افريقيا، بتتكلم على استعدادات خاصه جوه اتحاد الكره المنتخب الاولمبي والاولمبيات وازمات الوديات اللي احنا شايفينها، فالفتره الجايه اعتقد محتاجين الشغل يكون كتير جدا على المنتخبات، لان زي ما انت قلت كده في الانترو ان ده ناتج مهم جدا للمنتخب الاول، احنا محتاجين يكون عندنا عدد كبير جدا من اللعيبه ومن العناصر. طيب يمكن احنا بنتكلم برضو عن منتخب 2005 وكواليس الاجتماع مع رئيس اتحاد الكرة، فعايزين نعرف منك اكتر برضو عن فكرة الكواليس، الكلام مع كابتن وائل، القايمة نفسها، الاستقرار على القايمة، الفرص عامة، يعني ممكن يكون في حصد للقب بطولة شمال افريقيا خلال الفترة المقبلة؟ بص ان شاء الله كده. بالنسبه للقائمه، هو الراجل لسه اكيد بيشوف لعيبه كتير جدا، الراجل الفتره اللي فاتت شاف اكتر من 48 لعيب، وقبلها كمان شاف لعيبه ثانيه، عمل معسكرين عشان يشوف اكتر من لعيب يكون مميز بالنسبه له ويفيده. يمكن القائمه دي اعتقد مش هتكون في وقت من الاوقات نهائيه، هو الراجل لسه بيشوف عدد كبير جدا من اللعيبه، العمر ده فيه لعيبه كتير جدا وفي لعيبه كتير جدا مميزه، هو الراجل حابب ان هو يتفرج على اكبر عدد من اللاعبين عشان يقدروا ان هم يفيدوه الفتره الجايه. اعتقد ان الكابتن رياض محتاج بس انه ياخد بقى فرصته كامله، بتتكلمي على عدد سنين، محتاج ان هو ياسس منتخب قوي، محتاج ان هو يشتغل مع المنتخب كتير، محتاج ان هم يطلب معسكرات ياخدها، ودي دايما المشكله الازليه ما بين الانديه وما بين المنتخبات، محتاجين احنا كمنتخبات وطنيه يكون في استغلال لكل فترات التوقف، واعتقد الكابتن وائل رياضي هيعمل ده. شفنا برضو 8 لعيبه بين النادي الاهلي موجودين، يمكن 8 لعيبه خلاص الناس بقت عارفه اسمائهم قبل كده، الناس عارفاهم قبل كده، احمد عبد الدين معتصم محمد يوسف حفيظ كباكا فارس عمرو عبد الله زعلوك، كل الناس دي شافتهم قبل كده وطلعوا مع الفريق الاول اتدربوا وظهروا قبل كده، فاعتقد ان لا منتخب مصر الشباب عنده لعيبه كويسه مع مدرب كويس، محتاج بس انه ياخد فرصته بشكل كامل. الجلسه مع استوديو العالم كانت عاديه، يعني اللي هي جلسه عارفه اللي هي جلسه الثقه، احنا بنديك الثقه وواثقين فيك وان احنا هنوفر لك كل حاجه في دوره شمال افريقيا، ومحتاجين ان انت بس تظهر بشكل كويس. يمكن ما بيبقاش في ضغوطات قوي على منتخبات 2005 و7 و8 و9 زي المنتخب الاول او الاولمبي، ما بيبقاش في ضغوطات البطوله او ضغوطات انك تحقق لقب، بس محتاج طبعا انك تظهر بشكل كويس، لانك في الاول وفي الاخر بتلعب باسم منتخب مصر، وفي نفس الوقت برضه اللعيبه دي هتكون بالنسبه لك مهمه جدا جدا الفتره الجايه. جميل، عندك اي اسئله ثانيه؟ لا انا كده امام بهذا القدر. احنا بنشكرك استاذ محمد على وجودك معانا، نورتنا، شكرا جزيلا لوجودك معانا.